تأتي هذه الاحتفالية على هامش تنظيم احتفالية لفناني ونجوم فيلم ريح تور إنتاج تلفزيون الجزائري، وتدخل هذه الاحتفالية في إطار لم شمل الفنانين واللقاء بهم والتغافر في إطار عيد المبارك. المبادرة اليوم يعني في الحقيقة ما هوش يعني ريح تور الفيلم، الانتيتي اللي يكون مدولها عنوان المبادرة هذه هو ترحما الزملاء اللي فقدناهم الممثلين، نذكر بينهم عمي بشير بن محمد، رشيد زقمي، كمال كربوج، وسي عبد الحميد حباطي، باسكو كمام سي دي جون كي ميريت بلوس كي لون فو، ماتو دون لانونيما لا بلوس ابسولو، الناس هكا ما سمعتش بهم خلاص غير احنا، قلنا ان شاء الله اون فانستوري هاد لا تراديسيون. مبادرة رائعة، يعطيكم الصحة، باش نطلب منكم ما تحبسوش هنا، كملوا في الأعمال اللي تندارت في قسنطينة، كما الأعمال تاع عصابة أوتار، أعمال كبيرة اللي دارتها قسنطينة، وكم تشرفوا في قسنطينة وتفكروا هاد الشبيبة، تفكروا فيهم، كيف كانت الفن، وكان التمثيل، وكان التصوير في قسنطينة، إن شاء الله يرجع عاد الفن. على هامش هذا اللمة، لمة عيد الفطر المبارك، تم تكريم بعض الوجوه السينمائية مع عرض لفيلم من الذاكرة، نوستالجيا جميلة جدا، عودة إلى الزمن الجميل، فيلم ريح تور، يعني حتى تكون اللمة بحق وحقيقي مع وجود فنانين ممثلين يعني من أصحاب الفيلم. استذكرنا أيضا الفنانين اللي غادرونا ورحلوا عنا تبقى ذاكرتهم حية بيننا بفنهم بعطائهم رحمهم الله.